عليك هكاك طقش فلقته مسكين. هوريا السلام عليكم، مرحبا في حلقة جديدة كيف يقولوا مصريين. مرة أخرى غادي نخصص هذا الفيديو غير لمساريا والدوران والتسكوع في العالم ديال جينشين امباكت. لعبة دي زوينة فيها ما يتشاف، ورفيت لي سجلت عليها فيديو. كان ضمن دي واحد العام تقريبا كنت سجلت عليها فيديو وساريتكم معايا في هذه المدينة هذه سميتها مونشتات، ولكن هذه المرة غادي نحاولوا نخرجوا عليها. ضروري غادي نتسراو حتى هي، غادي نمشيو الفوق كاينه واحد الساحه، هذا واحد الكنيسه كبيره كتسمى كاثيدرو، ونشوفوها ندورو في الدروبه ديالها ناخذ واحد النظره عليها، عاد نهبطوا للباب ونبداو المسيره ديالنا. صافي عندنا ان شاء الله عندنا من عندنا فين نسركلو. الباب راه هو جاي تما، راه هو هذاك الباب، راه هي الدخله ديال المدينه تما خصنا نخرجوا ونعرفوا شنو كاين ونشوفوا شنو كاين ونتمزكوا. حتى الموسيقى ديال هاد اللعبه زوينه. صافي اوكي يلا تحركنا دابا. هوريا على ما عقل كنظن كيكون واحد الكلب هنايا، ما كاينش دابا، ما عاد فين هو. سارة ويترس جود هانتر. اوكي اخذ القطة هاي هاي. اخذ اخر وي شابكة قطوطين. كاتستيل تافرن بوستر. اوكي أدخلتي هذه من النار، عرفت اللعبة وما عارف شنو هي الخدمة ديالها. هذا مارجوري حيت كاتبين عليها غير اونر، والمفهوم ديال اونر هي مالك. كنظن هي اللي كتملك هذا المبنى. هذا كيبان بحال شي ان، ان هي دار الضيافة. سو غالبا هذا اما دار الضيافة ولا دار الدعارة، وحده في هاد الجوج. باين هذه السوبيسة الكبيرة ديالو. انا نهضر معاها نشوف شنو كدير. Welcome. Every treasure here is unique, so we don't negotiate on the price, nor do we give refunds. Okay? قالت لي مرحبا بك، قالت لي اي كنز عندنا هنايا عنده واحد القيمه خاصه به، داكشي علاش ما كنشطروش مع بنادم، وحتى الا شرا ما عندنا شي واحد شي حاجه ما كنردولوش فلوسه الا بغى زعما يرد. Browse item. نشوف شنو كتبيع. My, this is unfortunate. The shop's been undergoing renovations recently. Drop by next time. Our products will never disappoint. قالت لي للأسف المحل ديالي حاليا راه كيتصلح. قالت لي أجي عندي من بعد وأنا متأكدة بلي السلعة ديالي ما غاديش تخيب الظن ديالك. يعني السلعة ديالها هما فتيات. المهم باش نضيع لكم الاخلاق ديالكم، المفهوم ديال كي قلت قبيله ان هي سميتها هي دار الضيافه، كتسمى ان كتبلونغلي ان، ولكن براثل هو دار الدعاره. داك الكلمه ديال برادر الاخ بلونغلي حي ديال ار وزيد ال، انت تعلمتي كلمه واحده اخرى. اضيف لي معلومات. غادي نشدو كنظن اليسر هنايا. ها الكلب، ها واحد الكلب، ها هو. نضربو كي قلت واحد الدورة خفيفة في المدينة عاد نخرجو عليها باش ما نطولش هنا، حيت مازال عندنا ما يتشاف. دوغو اجي اشنو اجي تشي معايا اجي اشنو تشي معايا نضربو شي دويرة في هذا الفيديو. اجي لهنا هاك كي شوف يلا اجي اجي ونسني اجي هكاك اجي راني نشرم لامك
ويا خلعته سير على الله صاحبي خليه يمشي. شتي زوين، انا هذا هو السبب الوحيد اللي خلاني انصطالي هذه اللعبه هذه واحد العام، هو الديزاين ديال هذه المدينه. وهذه حاجه وحده اخرى نقدر نقولها لكم، هي ان المفهوم ديال مونشتات، كلمه ديال مونشتات كتعني مدينه القمر، وماشي باللونجلي بالالمانيه، وهذه العباره شينويه في الاصل. وكنظن اختاروا هذه السميه هكا حيت اصلا دايرين المباني دايرين بالديزاين ديال المانيا، كنظن المانيا عندها البني بحال هكا، حيت احنا كندورو وكنشوفو بعض المرات كيبانو لنا شي سميات حتى هما المانيين. زوين الديزاين، هو الطاحونات ديال الهواء تما واعرين. اوكي تحركنا دابا. هوريا غلوري فري، هادي عقلت عليها انقلت وحدها، هادي ما كتشوفش فري، هاد البنت ما كتشوفش، التوته هادي عليها دايره داك التقشيره على ودن على عينيها زعما. I don't recognize that voice. Are you a traveler from afar? قلت لي ما عرفش الصوت ديالك، واش نتايا شي رحال مشي بلاصه بعيده؟ Though I can't see, I'm always here to listen if there's anything you need. قلت لي واخا ما كنشوفش، الى زعما احتاجيتيني وبغيتيني نسمع لك انا هنايا. عرفتي شنو، تال ان شاء الله الفيديو الجاي دابا نديرو خاص غير بهاد المدينه، نتراوا درب بدرب وعاد نهضروا مع شخصيات ديال المدينه. دابا نقولوا لها تال الله باش نمشيو نتراوا حنايا. باي باي، هوب يو انجوي يور ستاي ان مونشتات. كوني يعني هاد النهار نستركل ديال المدينه كامله. ها اي نيو على هاد اللعبة ولا لا واعر. غادي نطلعو دابا للساحة ديال الكنيسة باش من تما ونضربو شي طنيقيزة بداك الجنحين ونهبطو للباب، وعاد نبداو الجورني ديالنا، حيت لحد الآن مازال ما بدينا زعما بدينا 100%. واحد الناعورة واحدة أخرى، طاحونة، ديما كنقول الناعورة هي راه طاحونة ديال الهواء، حيت الناعورة هي ديك اللي كتكون في الماء، مثلا كيكون الواد دايز وكيكونو دايرين داك الخشبة ديك العجلة اللي كدور، هادي كتسمى الناعورة، أما هادي كتسمى الطاحونة. هاد البلاصة مشمشة. شوي بيني راه كتشمش. وهاد اللعبه هادي واخا زوينه غادي نحيدها ملي غادي نسجل جوج الفيديوهات. كاينين جوج الاسباب، السبب الاول هو انني ما كنلعبهاش، يعني واخا زوينه ماشي من النوع اللي كيعجبني وكدي الوقت، هادي راه بحال شكل دوار كرافت. والسبب الثاني هو ان هاد اللعبه هادي كتهز واحد الحجم كبير في الديسك. سانسا بارد هي داك الشاعرة ولا داك الشخص اللي كيبقى يقول الكلام موزون بحال حديد دان، كيتسمى بارد، وغالب الأحيان كيكون كيلعب حتى على شي آلة موسيقية. المهم كنت كنقول أنا هاد اللعبة هادي كتحتاج يكون عندك واحد ليسباس في الديسك، راه كتهز شي 43 ولا 44 جيجا في الديسك، وزيد على هادشي هاد اللعبة راه اونلاين راه ماشي اوفلاين، معناتها كل مرة كدير لها الميزاجور كدير لها الاوبديت، وهاد الميزاجور ديال هاد اللعبة غالبا كيكون فيه اما 5 جيجا ولا اكثر، انا عمري شفت شي اوبديت قل من 5 جيجا، يعني خصك ديما تخلي لها ليسباس باش كدير لها الميزاجور. انا قلت ما كنلعبش غنصوب هاد الفيديوهات ونحيدها. Great.
سيستر رهيبة. يا التوتة يا التوتة. فراي هاد المدينة هادي راهي بعد الكنيسة. المكتوبة هاد الشخصية هادي هاي الكنيسة تاع البلاتي ورجعو نقدرو ندخلو لها. وكاين هاد التيم تاع هذا التيم تاع ديال الإله اللي كيعبدوه في هاد المدينة هادي سميتو باربيتوس، هو الإله الريح وكنظن هو اللي أسس هاد المدينة هادي. البعلوكة راك تفركل تما. المهم علينا شان تحركو دابا. سير 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 سير. عندهم بنية هانية في هاد الفيلاج هادي. دابا مول الكروسة ما عاد فين هو، راه مشى يتكيف ولا مشى للقهوة ولا شي حاجة، مخلي القرعة والخص و زعما المكور ومطيشة. واحد القط واحد اخر راهو. شي دابا تخيني هذا سميتو واغنر. المهم واغنر بشي لغة ولكن هذا رسمية ألمانية يعني فاغنر. او لا راهو الاخر اللي لهي اللي حدا داك الفورج هذاك سميتو تشولز. تشولز رسمية ألمانية يعني فاش كتلعب هاد اللعبة كتلاحظ شي حوايج بحال هكا. عفينا مايلز نايتس اوف افونيس. فري هاد نايتس اوف افونيس هما بحال نقولو المخزن ديال هاد المدينة. دابا هاد باطوز هذا راه خدام مع البوليس. شبر الاخ عرفتي شنو غنديرو دابا؟ غادي نعطيكم جدول الاعمال داك البلايص اللي غادي نزورهم في هاد الفيديو وعاد نتحركوا ليهم. المهم رقم واحد راه حنا درناه يعني شفنا شويه مونشتات. سو الى حلينا الخريطه هكا كيبان لكم هنايا هاد النقطه هادي الزرقاء هو فين راه حنا دابا. هاد اللعبة هادي مونشتات هاي. أول حاجة درناها هي أن سارينا شوية مونشتات. ثاني حاجة لعفو ثاني حاجة هي أننا غادي نمشيو لهاد البليس هادي وما عرفتش علاش ما كتبانش هنا الخريطة. كاين واحد الفيلاج هنا سميتها سبرينغ فيل غادي نتسارعو هنايا وغادي نمشيو عاوتاني نرجعو وغادي ندوزو لهاد النقطة هادي سميتها الويند رايز. كاينة واحد الشجرة زوينة هنا تا هي خصنا نشوفوها هي هاديك غادي نبقاو طالعين مع الطريقة. دابا حنا غاديين وكنتسارعو وتا لبالنا شي مطايفة في الطريق نطايفو ونبقاو غاديين حتى نوصلو لهاد البلاصة سميتها الثاوزند ويندز تمبل كتعني معبد الألف ريح. ومن هنا غادي نتيليبورطاو هاد النقاط هادو يمكن نتيليبورطاو لهم ندوزو ستارفيل لايك وغادي نهبطو مع الطريوقة هادي ندخلو على واحد الغابة سميتها الويسبرين وودز ونزيدو تنوصلو لهنايا. هنايا كاينة واحد في هاد ملتقى الطرق كاينة واحد كوك واحد الطباخة كاينة شوميشة ديال هاد العالم هدا ونشوفو شنو مطيبة واش دايرة لوبيا بحال البارح ولا دوارة هاد النهار. وهي هاديك عاد نرجعو للمونشتات. هنا في مونشات إما غادي نساليو الفيديو في الكنيسة لداخل ولا في الساحة الكنيسة وحدة فهدو وما احنا نشوف. هذا هو جدول ديال الاعمال ولا جدول ديال مسار الرحله ديال هذا الفيديو.
صيد الحجل. شوم هذا الجبل عطيني في سيس تركيبه. فين البعلوك؟ شو تبعينو عينو في عينيا خسارة ما ديري لي شي بوطون هنا وكرا ندي له نحط له في خنشوش ونيشة هذا. رايا شو ميشا هنايا وبالله تيو تنكونو راجعين ونضرو معاه. دابا نشدو اليمن باش نشوفو داك الفيلاج. سبرينغ فيل الصور ديال المونشتات عاليين. الى مازال عاقل كاين واحد البرهوش هنا كيتسارى بحال هذيك اللي شفناها قبل جيت للساحه ديال الكنيسه نورا. كاين واحد البرهوش هنا كيفركل مزيان. نشوف واش نقدر نعطي وقت للعصا قبل ما نزيدو. هنا كنظن كيكون كيدور بوردقة. شكرا هذا هوبكنز ذا مارفلس. ها هو افينا بيبي سميتو بيبي. راني نقشر امك بهاد الماجية. اميون ديال مو هذا بوس فايت. كيبان لي خصنا نطلعوا لهاد الطاحونه ديال الهواء. شوفوا شنو هنايا. والله الا واعره هاد اللعبه زوينه بزاف. وراه فابور راه اللي كيلعب ليه جو شاف هاد اللعبه وعجباته غيمشي يكتب جينشين امباكت في جوجل ويعطيوه اول سيت دخلو تيليشارجي. راه فابور وما تشريها ما تلعبها. راه يا مونشتات راه الكنيسه كتبه من هنايا. خصهم يتسالى ليش السوفل باش ما نطيحش. شي زوينة والله الا واعرة اللعبة. راه عالم واسع راه متسارى. واحد القضية اخرى عاوتاني واحد الجبل هو كيبان هنا. شو هذا الجبل كيبان في السر وراه كيبان لكم هنايا هذا الخط الاحمر اللي كيتفرج في شاشة كبيرة. كيبان واحد الخط احمر هنايا. هذا واحد النقطة ديال التيليبورت. معناتها لو وصلتي له يمكن لك ديبلوكي ويمكن لك التيليبورت عليه فوق ما بغيتي. معناتها تما راه كاين ما يدار. حيت انا كي قلت لكم هاد اللعبة راه عالم واسع راه ما تسالى. غير هي ما يمكنليش نمشي دابا لذاك الجبل حيت خصني نسالي الجزء ديال القصة في هاد البلاصة اللي راه نتساراوها عاد نقدر نزيد لتما عاد كي ديبلوكيوها لي.
يمكن نغرس هنا الحجر. نغرزنا نفلق نيشان يعني. كنظن من هنا يمكن لي. نعم يمكن لي، ولكن انا متاكد كاين شي بلايص يمكن لك تضرب غريز فيهم. مثلا هاد النقطه هادي هادي تيليبورت، معناتها يمكن لي، كان يمكن لي مثلا في مونتشتات نحل الخريطه بحال هكا، نحل الخريطه وكنختار هاد النقطه هادي ولا هادي، هادو كلهم نقاط، وكنبرك عليها وكنتيليبورت عليها بلا ما امشي على رجلي. ولكن خصك اول مره ديبلوكيهم، ميمكنلكش دير على اي وحده كاينه، خصك حتى توصل تكون فايت وصلتي لها وديبلوكيتيها، عادي يمكنلك عادي يمكنلك تيليبورت عليها. كوك فري هاد العافيه يمكن لي نطيب فيها، حيت هاد اللعبه راه بحال وار كرافت نيشان، راه فيها البروفيشنز، فيها الطياب، فيها الكويست، راه بحال وار كرافت تماما، غير الاختلاف هي ان اللعابه ما كيبانولكش كيتسارى وحدك هكا بحال وار كرافت. طبيعه الحال هادي الجرافيك ديالها احسن والديزاين ديال الجيم بلاي احسن، يمكن لك تلعب بالكلافي ولا بالمانيطا، حيت انا حاليا راني شاخد بالمانيطا. في شي حوايج اللي ما كاينينش في واركرافت، وبطبيعة الحال عاوتاني واركرافت كاين شي حوايج فيها اللي ما كاينينش في هاد اللعبة هادي. صيدوا شي بنادم، خيس قتلتها. طبعا نتحركوا دابا، نزيدوا للويند رايز على ما نعطيو البيبي شي قتله دلاصه، عاد نتحركوا. ايه طارو الحرامات فين مشى؟ راديش راديش هو اللفت. عرفت هذاك الجهاد اللي غادي نوصلو لهم في التالي، داك ثاوزند ويندز تيمبل، معبد الالف ريح، راه كاينين شي وحوش تما وشي بوس، شي بوسس غادي نطايفو مع شي وحدين، غاترون مزيان تما. داكشي علاش راه القدرات مازال ما وريتهم لكم، حيت غادي نشوفهم في التالي. ما عنديش بزاف، عندي شويه، شي اربعه ولا ثلاثه. وكي كيبان لكم الفوق دابا راه كتبان 140 141 128 140، هذاك البينغ، البينغ هو بحال نقولوا عنده علاقة بالريسبونس تايم، معناتها فاش كدير شي حركة بالمانيطا ولا بالكلافي فوقاش كتم في اللعبة، هذه هي السرعة ديال البينك كتحسبها هكا، وعندها علاقة بالسيرفرز. دابا انا حاليا شاخد في السيرفر ديال امريكا، داكشي علاش البينك عندي طالع شوية، كنت شاخد في السيرفر ديال اوروبا وكان البينك عندي مزيان ناقص. والسبب اللي خلاني نختار السيرفر ديال امريكا حيت كنت بديت في اوروبا شحال هادي، كانوا اقترحوا عليا اول مره دخلت لهاد اللعبه، وفاش بغيت نبدا من الاول عاوتاني باش نصوب هاد الفيديو هذا، يعني يكون هاد الجو هكا ويمكننا نتسارى في هاد البلايص بحريه، ما بغاوش، قالوا لي خصك ضروري تبدا في سيرفر واحد اخر عاد تبدا من الاول. وي طايفو مع هادو، هادو ساهلين، تا نوصلو اللي صعابين راهم جايين الفوق.
داكشي علاش راه البينغ عندي طالع شويه، ومره مره كيبان لكم شي لقطه مثلا فيها شويه ديال اللاج. المهم الا لاحظتوها هذا كان عنده علاقه اما بالبينغ او لا بهذا الميزاجور التالي اللي درته، حيت انا مؤخرا صوبت واحد الميزاجور في هذه اللعبه كنظن فيه شي 6 جيجا ولا 6 جيجا ونص. كي قلت لكم الميزاجور ديال هذه اللعبه كيكون كبير. هذه هي الويند رايز، هي الشجره هذه، وللاسف ما قدرتش نقول لكم شنو الدور ديالها في القصه ولا شنو كدير، حيت انا ما عارف حتى حاجه على هذه اللعبه هذه. كنعرفين تسارى ونخرج بحالي، واني هاد الشجره جايه زوينه هنايا. رايا مونشتاز هوريا دكتور ايديث هيستوريان، بلي دكتورة ديال التاريخ. ايه بزلا عالم، عرفتي هاد اللعبه دايرين فيها علم بزاف على اختها، بالاخص وحده عاقل عليها جايه في الكنيسه تمشي ولا شوفوها كاملين. راه هو كيبان لي واحد ليه ما نطيفوش مع هادو لينا تنوصلو للجالي من ليه. هادو كيتسموا elementals، elementals هما العناصر ديال الطبيعة. راه مثلا العناصر ديال الطبيعة هما اللي كنقولوا مكونة منهم الطبيعة. كنظن كاين العنصر ديال الأرض، عنصر ديال الريح، و ما تابعني شي واحد، عنصر ديال الريح، عنصر ديال العافية، كنظن ممكن شي 5 ولا 6 بحال هكا. وهاد العبادي دايرين هاد العناصر يمكن لك تدابز معاهم. مصاب لقى شي واحد هنا نطايفو معاه. نعرفو بدا فين راحنا، نطلعوا بعد هاد الحجره هادي، نطلعوا الراس ديالها نشوفوا فين راحنا، ولا بالنا شي واحد نقزو عندهم نطيفو معاه. هادي النقطه ديال التليبورت حتى هي. راهي مونشتات زوينه، زوينه بزاف مونشتات. راه لدرجه واحد الوقت كنت كنفكر نتساراو غير في المدينه وما نخرجوش لهنا، ولكن حتى هذه البلاصه زوينه وقلت ما فيها بس نصوب جوج فيديوهات، حيت انا اصلا نحيد كي قلت لكم نحيد اللعبه نحيدها، نصوب جوج عاد نحيدها. سو 1000 وينز تيمبل جاي الفوق، هنشوف. دابا حنا حاليا هنايا وخصنا نزيدو لهنا 1000 وينز تيمبل، وكنظن الله اعلم الا مازال عاقل كاين واحد البوس هنايا، هنايا في هاد البركه هادي كاين واحد البوس. غادي نزيدو نيشان حتى نوصلو لهاد البركه، نطايفو معاه عاد نتبعو الطريق باش نوصلو للمعبد. يي
ها هما نطيفو مع هادو دغيا دغيا وعاد نتحرك. اجي اجي شو 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 وي اجي انا كنعرف نضرب بواط. اجي انت اوف خليك هكاك ندير لك واحد العياقه زوينه نطلع لهنا هورا هادو ساهلين ماشي شي حاجه. راهي واحد الباب كتبان هنا شتي هاد الباب هادي هادي كنظن دنجن. راه اللي كيلعب واركرافت يعرف شنو كنقول شنو كنقصد بالدنجن. دنجن هو بحال شات دنجن بحال نقولو شي ستاجات كيكونوا تحت الارض كتلعبهم و بعض المرات كيكون عندهم علاقه بالقصه بعض المرات كتلعبهم غير باش تلوتي مزيان كتلقى شي اسلحه جداد ولا الفلوس زايده ولا شي حاجه بحال هكا. المهم كنظن هذاك دنجن راه هو الباب ديالو. عرفتي شنو غادي نحاول نجمعهم كامل ونطلق عليهم الالتي ديالي حيت عندي واحد الاعصار كنطلقو كنجمع الزمر كامل نضرب هادو اش هاك جمعوا لهنا نجمعو كاملين كاملين يا اخي خصك تشيرو عليا بهذا الشيء. خليك هكاك مشاو الاخرين باغي نجمعو مبغيش نضيع عليهم هاد الالتي. اجي اجي سليمان اجي نو الاخرين هربو عاوتاني ماشي مشكل هاد الكادو واط واطحان ولو ولو ويا قتلتهم قتلتهم هاد الالتي وحده. ما تشدونيش فاش نكون لاعب بهادي راه ما تشدونيش. هاك واحد الكادو تلاها مع هاديك ضربها يلا بواط. هاديك القنبلة زوينة كترمي عليهم واحد المونيكا ولا بقاو وهما اكثريه كيبقى يمشيو يضربوها كيصحابهم العدو ديالك ديالهم زعما وكيتلاهو معاه حتى كتفرقع عليهم. ها واش دابا هذا راه شاف هذا نو نو يس دابا خصني نشبك كافي بوم اوف فرتكتو فرتكتو في الوقت اللي هو شمشني بداك اللعيبه. هذا واحد هذا راه بوس هذا راه ميني بوس صغير ولكن كنظن راه مازال واحد اخر جاي لهي انا عاقل على واحد اخر غادي نطايفو معاهم كاملين اللي بالنا في الطريق نطايفو مع عاد نرجعو نتسارعو. اجيو نتوما ضرب ياك شير عليا بهاديك نوب راني ندير هكا ونطلع هكا ونفرتكم مكتا وصح
عليك هكاك طقش فلقته مسكين. هوريا على اعزائي وجداتي الالتي، حيت الالتيات ديال هاد الكاركتر زادو ما كيوجدوش بالوقت، كيوجدو على حسب الدمج اللي كدير الاعداء. كل ما ضربتي الاعداء كتجمع واحد الطاقه واللي كتسمح لك واللي كتسمح لك انك تعمر داك الالتي وتوجد عاوتاني. كان ضرك شي وحدين هنا عاوتاني. شو بكات عافية انا. شو حرقوه لك شي علاش فرعوني. سالي مع هادو دغيا دغيا ونطايفو مع داك البوس. هذاك مسكين جوج مرات وانا كنفلق. انهي لي راسي على الطايفون مع هادو حيت القضيه فيها انفنتوري. يا انفنتوري القضيه فيها البوس وغادي ترون معاه مزيان لا يمشي يقتلني. اجي نتا بعدا نسالي معاك. هاهو ها فين هدا عاقل عليك كان طايفت مع هادي عام. اوه كي قارد خصني نطيح له داك الشيلد. كنظن الطريقة باش نطيح له الشيلد هي خصني نحط عليه هاد القنبونة ونخليه يتلاها معاه فيها. لا ما عندك يلا ضربها. بواط هذه فرعتو. يا راني نطلق على امك الالتي يا صاحبي. لا بلاش الالتي بنخليها الشاف الاخر نطلع لهنا ندير لك لعب لياقه. احنا وصلنا 1000 وينز تيمبل. كنظن هذا ماشي معبد بداك المفهوم حيت غير الحطام ديالو. كنظن شحال هادي كان معبد وتردم كان وقعت شي حاجه كنظن ورد ماتو داكشي علاش دابا راه غير الفرات اللي كيبانو هنا. اواليلي راه شو اللي شاف قداش عاوتاني. عمري طايفت مع هذا ما عرفتش واش نقدر نغلبو ولا يخي. شوف ال 20 نو 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 انطايفو مع عاد نزيدو ولا يخ
كادو هاك. او نو صافي دزت عليه ومشات. او ماي جاد. اوه اوكي هذي طلعنا. ويا ما كيموتش هاد الزمر، شوف شحال مش اديتلهم الصبح انا نضرب فيه وما مديتلو والو. هذا ما نغلبوش، راه ما عندي لا ايتيمات لا والو. هاك زاد انا دا يضيع لي لو اخترع ما نقدرش هادي. اجي لهنا. ولا ولا ازاي شو شحال من الصباح انا نضرب فيه الله ديت له واحد 10% في الطابلو. سو داك الشيء علاش انعلقو ما نقدروش نغلبو. نقدر ولكن يدي لي بزاف ديال الوقت. شافو تهلا دابا نتيليبورطاو لذاك النقطة ديال الويند رايز، لا ستارفيل ليك، واحد البحيرة زوينة، ومن تما عاوتاني ندخلو للغابة ديال ويسبرين وودز ونزيدو نزيدو اللعبة في الجايبة. مونش دات. سو ستارفيل ليك. ييي صيد تحوزه. زوينة هاد اللعبة والله إلا واعر. تا الموسيقى ديالها في سيسر، انا لحد الان سمعت غير الموسيقى ديال هاد البلاصه هادي. كنظن العالم ديال هاد اللعبه كيتسمى تايفات، والموسيقى ديال مونشتات حتى هي وزوينين جايين كالم. تا هادي اللي كنسمعوها دابا زوينه. نطايفو مع هادو اخر مطايفه ونتحركو. سليمان راك تلاع مع هاديك، يلا ضربها ضربها. اوه وي كي جيتي هاي نتيز بواط. بواط ولا ولا فرتك تو وان شوت. هاد الغابة اللي ندخلو لها دابا سميتها الويسبرين وودز، هي زوينة هاد الغابة في شكل، ولكن بغيت نهضر على الاسم ديالها. هاد الأسماء اللي كيديروهم أكثرية ديال البلايص ولا ديال المدن بعض المرة ولا إقليم ولا شي حاجة بحال، كيديرو أسماء مركبة. مثلا ويسبرين وودز شنو كتعني؟ هي عندها واحد المعنى زويون باللونجلي، ولكن الا جيت نترجمو لكم بالعربيه كاين احتمال ان داك المعنى ديالها غادي ينقص. هاي ويسبرين وودز. المفهوم بعدا ديال وودز هي غابه، وود بوحدها كتعني الخشب. سو وودز غابه، ويسبرين هي جاي من الفعل ويسبر. ويسبر هي كتهمس، هي همسه. ويسبرين وودز هي ماشي معناتها غابة الهمسات، ولكن معناتها الغابة اللي كتهمس بحالك. يعني حاولوا تفهموها بهذه الطريقة، يعني هذه الغابة كدير واحد الصوت
بحشي واحد كيهمس، هذا هو المعنى ديالها. بطبيعة الحال إلا فهمتوها باللونجلي كيكون عندها واحد المعنى أكثر، واحد المعنى قوي مزيان زوين. أما العربية بعض المرات كتضيع داك المعنى ديال الكلمات المركبة ولا الأسماء المركبة. شو الموسيقى عتني دايرين انا غادي ندير جهدي كامل باش هاد الفيديو يخرج باحسن كاليتي ممكنه، حيت هاد القضيه راه منطقيه. الا كنتي كتلعب شي لعبه بحالي مثلا دابا انا هكا، راه كتبان اللعبه كلير، كتبان بلاره، ولكن فاش كتكون كتفرج في يوتيوب راه بطبيعه الحال الكاليتي كتنقص شويه، حيت من بعد ما كتخرج الفيديو كتكومبريسي وكذا راه كتنقص شويه الكاليتي. انا غادي ندير جهدي كامل باش نحافظ على الكاليتي باش تشوفوها حتى نتوما بهذا الشكل اللي كنشوف انا دابا، كتبان واعره حيت فيها الديتاي بزاف هاد اللعبه. Oh man. Oh. سير هذا الحبيب. أصبع أنا طايفه مع البوسس أنت تجي أنت دير لي الضجيج هنا. مشى غير شوية يعني. يعني احنا دابا خرجنا في مونشتات، دخلنا في داك الغابة وكتخرج في الجهة ديال مونشتات، وراه داك الجبل. هاد الجبل زوين، راه خسارة ما غاديش نقدر نشوفو حيت انا كي قلت لكم مباشرة مورا جوج فيديوهات غادي نحيد هاد اللعبة. هاي واحد القضيه بحال واركرافت، دابا فاش كتكون لاعب واركرافت كيمكن لك تتعلم البروفيشنز هما المهن، يعني من غير ان الكلاس ديالك كيمكن لك تتعلم بروفيشنز باش كتلوفلي داك الكلاس ديالك مزيان. من ضمن داك البروفيشنز كاين الماينينغ هو انك كتعلم كدير العفو، كتعلم كيدير تنجم على المعادن وعلى الذهب وداك التخربيق والفحم حتى هو كنهضر على الفحم هذا. وهاد اللعبه حتى هي دابا راه كتسني، معناتها يمكن لي نهزها، ولكن حاليا ما عطينيش شي بوطونه باش نهز هادشي، معناتها خصني نقلب على شي معلم بهذا المعنى، هذا معلم باش يعلمني كي ندير نعرف كي ننجم على هاد المعادن هادو، وعادي يمكن لي نجي ونهزهم. يعني تقريبا بحال واركرافت تماما هاد اللعبه. نشوفوا شو ميشا بعدا، شوفوا شنو مطيبه بين. What should I cook next? Oh, are you travelers from around here as well? Yep. No, we just happened to be passing by. Bye, Mom. What are you cooking? Smells good. I see. Welcome, travelers. I'm Lynn, the survival expert of the Adventurers Guild. As you can see, I'm experimenting with some new recipes. Recipes? عندك شي حاجة بيع لنا. Eat before you go. The first rule in the Wilderness Survival Guide. Picnic? Oh, Paimon just loves picnics. هاد البعلوكة هادي اللي كطير في السماء سميتها بايمون، هي اللي كتكون غادية معانا في المغامرة، اللي كتساعدنا وكتونسنا. My travel partner here is good at cooking as well. Okay. I can only cook
a few simple dishes. That's right, I love cooking too. Okay. That's okay. Let's see what you can do. ولا عندك شي ريسيبيز بيننا. You won't get a lot of chances like this to learn from a survival expert. There are some mushrooms and meat in the barrel over there. Try making a chicken mushroom skewer for me. No. كنفضل نشريهم. يا يمكن لي هما فري تشيكن مشروم سكيور. تشيكن مشروم سكيور هما القطبان ديال الدجاج بالطروفه ديال الفطريات. عندنا هنا ستيك هي اللحم مشوي، ماشي مشوي، المهم طيب وصافي. ستيك هي قطعه ديال اللحم وصافي. عندنا راديش فيجي سوب هي صوبه ديال اللفت. عندنا مونشتات جريلد فيش الحوت مقلي على شكل كباب. سويت مدام دي دجاجة محمرة. فرايد راديش بولز. دبادة سميتو اللفت مرفوس ومقلي. عاد كي داير اللفت بوحدو راه فريعة، انتوما اللي زيدو تقليوه. فيشرمان ستوست. كنظن فيشرمان ستوست هو الخبز محمص، كيكون الخبز محمص ولكن كيكون فيه الحوت وكنظن مطيشة والبصلة والتخربيق بحال هكا. ديفيد فرايد ايغ والبيض مقلي وساتيسفاين سالاد. ماما دي سالاد وصافي. اوكي نصوبو هادي. يي صافي. A skewer of mushrooms and poultry. صافي نتحركو دابا، بغينا نعرفو شنو مطيبة ساعة ما دايرة والو، من غير هادشي اللي عاد دابا شرحت لكم. ما بغينا شي دوارة ولا شي مروزية ولا شي حاجة بحال هكا. اوكي ارجعو دابا لمونشتات، نمشيو للكنيسة ونعرفو فين نساليو الفيديو. على ما نضربو شي مخيمة وحدة أخرى عليها تخيلها. عفينا تيمي بوي. دابا عينو في عينو، اشكال دابا كنتي غادي في الشارع ولقيتي شي جوج كيتشافو، جوج دراري شي كيشوف شي بحال هكا يدخلك فيهم الشك. الكلاب شنو واقع؟ خسارة ما دايريناش. اوكي يا نمشيو قاصدين للساحه بلا ما ندورو. السبب هو ان كي قلت لكم الفيديو الجاي ان شاء الله نتسارو غير مونشتات بوحده، نخصو غير المونشتات ما نخرجوش على الصور ديالها. داكشي علاش ما كيلاش نتسارو دابا. هوفمان اي واحد النقطه واحده اخرى ديال التيليبورت، يمكننا نتيليبورت حتى لهنا فوق ما بغينا. يلا نطلعوا من هنا. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضروا مع الشخصيات ديال المدينه كاملين، ماشي كاملين زعما ولكن اللي كيبان لنا مهم وصافي. مثلا بان شي شخصيه نهضروا معاه نشوفوا
شوفوا شنو كيدير، شنو كيقول على هاد المدينه. وكاين واحد البلايص اللي غادي ندخلوا لهم. احنا دابا غادي ندخلوا للكنيسه، نضربوا عليها واحد الطليله خفيفه، ولكن المره الجايه غادي نتساراو مزيان وغادي نمشيو للكوميساريه، حيت داك النايتس اوف فافونيس، داك الفرسان ديال فافونيس، المخزن ديال هاد الفيلاج، هاد المملكه، عندهم واحد الكوميساريه وفيها واحد المكتبه حتى هي. غادي ندخلو نشوفوهم كامل ان شاء الله الفيديو الجاي. شو هاد البلاصه واعره، كنظن هنا كيجي البوب ولا الارتش بيشوب، داك الفقيه ديالهم كيخطب على عباد الله مهاد بالكو هاد. اوكي ندخلوا الكنيسه ندخلوا بهذا حيت هذه مقزبه، ما جاياش ندخلوا الكنيسه بها. شي واعره واعره بزاف، شو راه ديزاين دايرين في هاد الكاثيدرو. دابا هادي راه ماشي غير كنيسه وصافي، راه كنيسه كاتيدراليه، حيت راه كاين الفرق. مثلا الكنيسه كتسمى تشيرش باللونجلي، ولكن الا جينا نهضروا على كنيسه كاتيدراليه كتسمى كاثيدرو، كتكون كبيره عليها، كتكون فيها هاد الزخرفه وهاد الدجاج ملوان ومهم عارف انا الفرق بيناتهم غير من الجانب ديال الديزاين والجانب ديال زعما البني ديالها، كيكون البني ديالها مختلف. اما الجانب الديني ما عارفش، يعني ما عارفش شكون اللي كيكون في الكنيسه الكبيره مقارنه بالكنيسه الصغيره. كان الصغيره كيكون فيها غير البريتشر او اللي كيتسمى ريفرند، وهادي كنظن كيكونوا فيها داك اللي بحال نقولوا شيوخ كبار، يعني كيتسموا الارتش بيشوب. البوب بعد البوب منغو ما نهضروش على البوب، حيت البوب كيكون غير في الفاتيكان سيتي، هذا كيكون في سيستين تشابو. حتى هي ان شاء الله الفيديو الجاي دابا نهضروا عليها سيستين تشابو. وانا من ديما كيعجبني هاد الديزاين ديال الكنائس، اشكال شو واعره ولا لا واعره. أكثرية داك الفنانين المشهورين كيكونوا كيديروا الأعمال ديالهم في السقوفة ديال الكنائس الكبار. تاع الفيديو الجاي إن شاء الله ودي نهضر لكم على أمثلة، مثلا مايكل أنجيلو تاع الفيديو الجاي نهضروا عليه. المهم دابا غير بغينا نطلعوا عليها وصافي، حيت نساليو الفيديو هنا. جيليانا سيستر وين بالزلاد وي والله لا طرف تجي لي انا مطرفه نيجه ماشي. What should I get to take back to Lily؟ تاع الفيديو الجاي ونقجم فيك مزيان نشبك قجي، ما يخليك هنا. شوف صافي نتحركوا دابا. نورا جيش جا البهلوك، اجي نهضروني شوف شنو تحت راسك. What's this؟ You want to play with me؟ قال لي شنو هادشي، واش بغيتي تلعب معايا؟ واش انا قدك؟ Where are your mom and dad؟ نسولها اش كدير هنايا، ماشي فين هما والديها. I like playing by the god statue. قال لي كيعجبها تلعب حدا التمثال ديال الاله باربيتوس. اوكي It's so big and so pretty. هذاك راه كبير بزاف وزوين بزاف. ها
Have you ever climbed to the top? I tried to climb it once but got told off by Grace. كنتي واش عمرك طلعتي للراس ديالو؟ احنا غادي نطلعوا دابا للراس ديال هاد التمثال ونساليو الفيديو تما. قالت لي راني حاولت نطلع واحد النار ولكن جرات عليا غريس. كنظن غريس هي داك التوته اللي شفناها قبيله، داك الرهيبه راه ليه دابا هادي راه بغات تطلع لهاد التمثال هذا وجرات عليا داك الرهيبه. قالت لا ما نشوفش كدور هنا على القيال، غنعيط لك على غلو زربان. قالت غريس از ا نايس ليدي، اي دونت وانت تو ميك هير ماد اجين. قالت لي غريس واحد المره الله يعمرها دار، ولكن ما بغيتش بحال داكشي علاش ما بغيتش باش نقلقها عاوتاني. But if you go up there, I wanna hear what the view is like. قلت لي ولكن لا طلعتي نتا لتما، بغيت نعرف المنظر كي كيبان من الفوق. أسيري يا البعلوكة، راني قسم بيه لأمك بهاد السيفان. أنا غادي نطلع دابا وغزة فيا ما نقولهاش كي داير المنظر من الفوق، خليها تا تجي هي تطلع هنا فاش ما تكونش كريس وتهبط مقسومة على ثلاثة. أوكي سنزيدو. او يا سليمان شد ليمان. الله ما يمكننا نجلسوا هنايا. العزه شتي هادي جلسه، ما كنظنش نقدروا نلقاو شي بلاصه احسن من هادي نساليو فيها الفيديو. دابا هذا راه كتبان بحال شي مرا التيم تاعو، ولكن هذا كنظن راه راجل سميتو باربيتوس. كي قلت لكم في الاول هو اللي اسس هذه المدينه، وهو هو اله الريح، هما كيعبدوه في هذه المدينه. اوكي غادي نساليو الفيديو هنايا، الله يجعل البركه. نتمنى ما يكون جاكم ممل، يعني كي قلت لكم يعني الغرض من هذا الفيديو هو اننا نتسارى وصافي. وراي داك الشجره كتبان من هنايا، راهي داك ويند رايز، وراهو داك الجبل الزبل، وراهي داك الفيلاج ديال سبرينغ فيل، راهي داك النقطه اللي طالعه بيضه، هذيك هي ستارفيل ليك. خلاص ثاوزند ويندز تيمبل راه الفوق شويه. كي قلت في الاول الى عجبتك هذه اللعبه سير تيليشارجيها راه فابور، ما تشريها متى حاجه. وان شاء الله الفيديو الجاي دابا نتساراو هذه المدينه بوحدها، نخصو غير لهذه المدينه صافي. يلا اللي كيف العاده اللي عنده شي فكره يخليها لي في جهه الكومونتيرات، ونشوفو ان شاء الله الفيديو الجاي. يلا الله يعاون.